نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله. الأبحاث العلمية في شتى المجالات يحاول بها العلماء جاهدين البحث عن بدائل التي تعين البشرية، ومن أهم العلوم علم تكنولوجيا الروبوتيك. ونطير إلى سنغافورة لنلقي الضوء على السمكة الروبوت، حيث قام باحثون بالجامعة الوطنية بسنغافورة بهذا التطوير الجديد، والسمكة الروبوت التي يمكنها لأول مرة في العالم أن تغطس وتطفو مرة أخرى بنفسها. وقد تم برمجة هذه السمكة الروبوت لتأدية عدة وظائف، بداية بالمرور في أنابيب المياه لاستكشاف أي عطل بها، ونهاية ببعض تجارب للجيش. وصممت هذه السمكة الروبوت لتقوم بحركات انسيابية بسهولة وبزاوية حادة في الالتفاف حول نفسها تصل إلى 85 درجة باستخدام زعنفاتها مثل أي سمكة طبيعية. وتتم هذه الحركات الصعبة في مكان صغير ولا يستطيع أن يقوم بها أي ماكينة غطس أخرى في الماء. علاوة على ذلك، فإن السمكة الروبوت لا تقوم بضجة أو أصوات مزعجة. ويقول الباحثون أن الخطوة القادمة هي إدخال التعديلات لزيادة العمق الذي تصل إليه السمكة الروبوت مع وضع حساسات وكاميرات ووحدات جي بي اس لتتمكن أن تكون عينا وأذن الإنسان أثناء أبحاثه في المحيط.